السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم خير البلاد. موضوع هذه الحلقه غادي نقول لكم مجالات الترابيه سيدي موسى المجدوب، سيدي موسى بن علي والشلالات هنا باقليم المحمديه، باش نتعرفوا على اسباب نجاح العمل التعاوني من خلال تجربه ديال تعاونيه فلاحيه كتشتغل على تثمين وانتاج تكتيف وتسويق المنتوجات الفلاحيه اللي كتسخر بها المنطقه، وخاصه الفلفله الحاره اللي كيقولوا عليها حراقه الزناتيه. القرب الجغرافي من محور الدار بيضاء الرباط ثم المحمديه المركز جعل منطقه سيدي موسى المجدوب عنصر جذب سياحي في كل نهايه اسبوع. الى جانب مؤهلات الفلاحيه المتنوعه، الامر اللي كيخلق دوره اقتصاديه كتعود بالنفع على المنطقه. الفلفله الحاره او الزناتيه هو نشاط فلاحي كتختص به ثلاث مجالات، الى جانب سيدي موسى المجدوب، سيدي موسى بن علي ثم الشلالات، هذه قرن تقريبا. شعيب الدويشي واحد من الفلاحة اللي شاهد على العلاقة اللي كتربط فلاح المنطقة بالحراقة هذا زمان. الفلفلة كسولتيني عليها سيدي خلق قبل ما نخلق أنا زدت 38، ولقيت جدودنا ووالدينا كيديروا غير شي شوية باش ياكلوا، ومن خلقنا الزرعة وقويناها وفي عام 1956 و57 و58 ولينا كنديروا شي شوية بزاف، وزادت هي كتنتصر 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 الا هذا الوقت ولينا كنديرو منها بزاف، وراه خدامه لينا مزيان والحمد لله. راه النتيجه راه كاينه، النتيجه راه كاينه في ثلاثه الجماعات، جماعه الشلالات والجماعه ديال سيدي موسى المجدوب وسيدي موسى بن علي على صعيد عماد المحمديه، واليوم راه مزيانه، راه حنا خدامين وكنتسناو الخير والتيسير، الطوناج راه حنا كنترجاو. لا شك ان الحراقه الزناتيه لقات التربه الخصبه في تكتيفها وثم تجويدها، فالطوناج خلال السنوات الاخيره الى حضر اجتهاد الفلاح والامكانيات يمكن يتجاوز 30 طن في الهكتار في الوقت اللي كان 15 هكتار. الفلاحه هنا محافظين على الزريعه وكاين تعاون بيناتهم، الامر اللي كيجعل الحراقه الزناتيه عندها ميزه خاصه ومختلفه. الفلفله كان الزريعه ديالها كنديروها في الليالي، نصف الليالي ما كانت نص الليالي كنزرعوا الزريعه، كتكون موجوده في شهر 3، كنبداو الغرس من شهر 3، النصف شهر 5، ومن بعد ملي كتوجد هي حاليا دابا كما كتشوف دابا حنا كنجنيو، كتبقى جنيه حتى لشهر 11 كلها جني. التعاونيه الفلاحيه زناته اشتغلت على تثمين المنتوج المجالي وبرزات شراسة الفلفل الحارة الزناتية في السوق الداخلية والخارجية. بعد ما قطعوا المتعاونين مسافات طويلة، فكانت البداية مع حصول البيان الجغرافي، الزيادة في المساحات المزروعة، ثم الوحدة اللي عندها الكثير من المقومات في إنتاج وتحويل الفلفلة. فالفلفلة كتاخذ مسار مضبوط بعد ما كتخضع للمراقبة في البحيرة حتى المنتوج النهائي، مربح التعاونيات مربح الفلاح. مع محمد رخيلة رئيس التعاونية الفلاحية زناتة غادي نتعرفوا أكثر على البعض من أسباب نجاح هذه التجربة في تثمين الحراقة الزناتية وباقي المنتوجات المجالية اللي كتميز المنطقة. سي محمد، كيفاش جات يعني الفكرة ديال إنشاء هذه التعاونية هذه؟ والأسباب بطبيعة الحال أسباب النزول ديالها، وشنو الحوايج اللي خلاتكم وحفزاتكم أنكم يعني تشتغلوا على هذا الإطار ديال التعاونية هنا في المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني بالنسبه للفكره ديال المشروع جات في واحد الاطار اللي كانت واحد المنتوج هنايا معروف في المنطقه ديال الاقليم المحمديه اللي في منتوج مجالي ديال بيمون فور ديال الفلفله الحاره، اللي معروف ثلاثه ديال الجماعات، جماعه سيدي موسى المجدوب، سيدي موسى بن علي والشلالات. كان هذا المنتوج يعني تبارك الله بواحد الوفره وعنده يعني بواحد التاريخ اللي هو من 1924 وهو معروف، دونك هنا جينا في اطار باش ننظموا هاد الفلاحه وتنظم هاد المنتوج هذا، ما يبقاش دوك الطرق ديال البيع العشوائيه، يوليو اسواق منظمه، نبحثوا على العمليه ديال التسويق. كاينه منتوجات اخرى يعني فلاحيه اللي كتميز المنطقه، هي بطبيعه الحال داخله في صلب العمل ديالكم داخل التعاونيه. من طبيعه الحال نمشيو لطبيعه الحال في الفلفله الحاره.
من طبيعه الحال دونك حنا كنشتغلوا يعني في دو بارتي. اولا كنشتغلوا في انتاج وتكتيف وتثمين وتسويق المنتوج المجالي للفلفل الحار اللي معروف بعده خصائص ويعني وبعده يعني امتيازات كثيره. وثانيا كنشتغلوا في انتاج وتنويع وتسويق الخضروات المعروفه بالجوده والاصاله ديالها بالمنطقه باقليم المحمديه. كاين عده منتوجات، لان اولا المنتوج الرسمي هو المنتوج المجالي للفلفل الحار، ولكن يعني مع يعني الفلاحه عندنا اكثر تقريبا حوالي 90 مستفيد. كنحاولوا نوعوا المنتوجات وكنحاولوا ان شاء الله ندخلوا منتوجات جديده بحال يعني كنقولوا الدنجل البياض، بحال الشورومانيسكو، يعني بحال الشراب، يعني عده منتوجات اللي هي جديده مردوديه وكتعطي واحد الدخل يعني قار للفلاحه. حنا كمستهلكين مثلا يعني كتمشي ملي كتقدى الحاره كيف يعني محوله ولا ما محولاش ما كتسولش كيفاش جات وهذه. اعطينا مثلا السر ديال هاد الفلفله الحاره الزناتيه، شنو هي الميزه اللي كتميز؟ هو تبارك الله كاين ميزات كثيره اللي كيتعرف بها المنتوج يعني الفلفل الحار الزناتيه. لحقاش اولا حنا كما قلت لك هو كيتوجد في واحد ثلاثه ديال الجماعات باقليم المحمديه اللي هما معروفين سيدي موسى المجدوب سيدي موسى بن علي والشلالات، اللي اولا هنا كاين المنطقه ميكرو كليما واحد التربه خصبه اللي معروفه بهذا وبواحد الملوحه ديالها، زياده على الواد اللي كيتسقى به ولا الابار اللي معروفه في المنطقه كاين واحد شويه الملوحه، وهذا هو اللي كيعطيها واحد السر لهذه الفلفله باش كتكون تبارك الله في واحد المستوى. زياده لان عندها واحد اللون ناصع بزاف، عندها الذوق يعني الشراسه ديال الطعم ديالها اللي كتعادل في سلام سكوفيل كتفوق واحد 3000 دوغري اللي معروفه، ولان الفلفله الحلوه كتعرف بصفر درجه دونك حنا هنا كتبدا من 3000 اللي وكتمشي ما فوق حتى ل 5000 6000 سا ديبون على حساب كل فلفله مع لعد كل فلاح. تجارب كثيره اللي دارت المره الاولى على حساب هذه الفلفله هذه، وهذه بينت لنا بانها صالحه للتحويل 100%. يعني نقدروا نحولوا منها يعني عده منتوجات كثيره، مثلا بحال الهريسه، بحال لاصوص، يعني بحال الزيت، يعني كاع المنتوجات اللي كتحول يعني كتخرج من هذه الفلفله الزناتيه اللي معروفه بها تبارك الله. هذا الشيء كيجرني للوحده اللي تبارك الله يعني واحد البنيه اللي هي مهمه وممكن ما يمكن الا تعود بالنفع للفلاح. الا سولتك على اشنو الربح ديال الفلاح اللي منخرط في التعاونيه او اللي كيساهم بالمنتوج ديالو في التعاونيه. دونك كنا حطينا يعني الرفع من المساحه المزروعه والرفع من المردوديه دونك من الانتاج والرفع من فرص الشغل والرفع من الدخل السنوي لكل فلاح. دونك ان شاء الله كما قلت لك الاهداف بلغتوها؟ الاهداف تقريبا كنقولوا احنا حققنا واحد 90% كلها من هذه الاهداف باذن الله. لحقاش كنا بدينا ب 60 هكتار، الحمد لله اليوم وصلنا لواحد 350 حتى 360 هكتار. وفي الانتاج كنا كنديروا حوالي واحد ما بين 10 حتى 15 طن تقريبا، هذه هي الماكسيموم اللي كانوا كيديروا الفلاحه. دونك حنا راه مشينا دابا لاموي اللي كيمشيو عليها الفلاحه كامله ما بين 20 حتى 25 طن، وهذا رقم جد مهم للفلاحه لان ضاف لهم يعني من المدخول ديالهم، زاد فرص الشغل. دونك اوتوماتيكمون ملي كترتفع المردوديه راه كيرتفع الدخل، كيرتفع المساحات يعني ملي كترتفع المساحه المزروعه كيرتفعوا لنا حتى فرص الشغل. هي المنتوجات اللي كتروج داخل الوحدات كتخرج للمستهلك، شنو هي؟ حاول منتوجات كثيره. مثلا كنخدموا على الهريسه الحمراء، الهريسه الخضراء، وهادو هريسه يعني بواحد الجوده عاليه اللي ما فيهاش لا مواد حافظه لا والو، وما كاينش ملونات، وتبارك الله يعني في واحد بواحد لي زانغريديون اللي كيكونوا مهمين حتى هما طبيعيا وديال المنطقه، بحال لاصوص اللي هيش معروف بالشطه الحاره، كاين زيت الفلفله، كاين التحميره الحاره، كاين التحميره الحلوه، دونك كاين الفلفله ماريني. وحنا يعني هذا بالنسبه للمنتوج، وكاين مازال منتوجات اخرى اللي خدامين عليها. هذا بالنسبه للمنتوج المجالي الفلفل الحار، وحنا خدامين ان شاء الله يعني في المرحله الثانيه وحاليا بادين فيها كنحولوا واحد المنتوجات اخرى اللي معروفه في المنطقه اللي قلت لك معروفه بالاصاله ديالها ومنتوجات جديده اللي حاولنا نوزعوها على الفلاحه على صعيد الاقليم اللي معروف ان عندنا بعض الفلاحه، بحال الباذنجان اللي مشينا للتحويل ديالو الابيض اللي كنديروا ليه الكونسيرف ديالو، بحال يعني الكونسيرف ديال بعض المنتوجات بحال البروكولي، بحال الشورومانيسكو، بحال يعني منتوجات اللي كتمشي للتحويل وما كتكونش يعني في ظرف العام كامل، كتكون غير في بعض الاوقات. حنا كنحاولوا نخليوها عندنا باش تكون يعني المستهلك يلقاها في اي وقت. مازال حنا خدامين ان شاء الله على واحد البرنامج وعندنا واحد الدراسه اللي هي مضبوطه اللي مازال باغا نزيدوا نوسعوا ان شاء الله هذا الوحده ديال التحويل، باغا نزيدوا واحد المحطه ديال التلفيف باش جميع الفلاحه في المنطقه يبقاو يجيو يديروا المنتوج يتلفف المنتوج ديالهم، يعني كاع المنتوجات اللي كتوجد، لان كاين البطاطا، كاين المطيشه، كاين يعني منتوجات كثيره، شو غوش وبلون ديال التبريد. لا دونك ان شاء الله حنا غاديين، ودونك هنا اوتوماتيكمون ملي غتكون عندنا محطه ديال التلفيف دونك خاصنا محطه ديال التبريد، وخدامين ان شاء الله على باش يكون عندنا واحد
واحد البيبينير باش نخدموا يعني تكون واحد الزريعه موحده على جميع الفلاحه في اقليم المحمديه، ونحاولوا نحافظوا على هذه الزريعه ما تعاودش تنقص لنا داك الجهد ديالها، لان سنه على سنه كيبقى ينقص واحد شويه. دونك حنا بغينا نرجعوا القيمه ديالها وتكون عندها واحد يعني واحد القوه باش تبقى تعطينا لا من ناحيه الانتاج ولا من ناحيه الطوناج. الركز النتيجه وقال غاده في طريقها خارج الحدود. لا حنا خدمنا على هذه العمليه ديال التصدير ان شاء الله، كما معنا الاتجاه خدمنا مع الوكاله ديال التنميه الفلاحيه في الرباط اللي تابعه لوزاره الفلاحه ومع وزاره الفلاحه باش نحاولوا نسوقوا هذه المنتوجات اكثر ان شاء الله، اللي عندنا واحد البلانيك وعندنا واحد المخطط ديالهم، وكنا خدمنا حتى واحد بلون دافير اللي مع واحد الخبراء اللي منهم امريكيين والمانيين، اللي صراحه ساعدونا وساعدوا المنطقه وساعدوا الفلاحه باش غنحاولوا نسوقوا، لانهم يعني سيبلاو لينا كاع لي مارشي اللي كاينين في اوروبا ولا في امريكا ولا في افريقيا تماما. يعني كما نرجعوا للسوق الداخليه اللي الحمد لله كاين عندنا اتفاقيات كثيره مع بعض الاسواق النموذجيه، مع بعض الاسواق اللي بحال مثلا المحلات ديال لي ريستورون بحال لي زوتيل اللي بحال الفنادق اللي كيحتاجوا هذا المنتوج ديالنا تبارك الله، كيحتاجوه كثير وكثير بزاف، وكنحاولوا نوزعوا هذا يعني الهدف من هذه العمليه هو نحاولوا نسوقوا يعني اكثر المنتوجات ديال الفلاحه وديال التعاونيه باقليم المحمديه. سي محمد تبارك الله عليك، شكرا، بارك الله فيك، شكرا. وصلنا لنقطة نهاية مواد حلقتنا، خير البلاد مازال معكم، تلقوا في منطقة أخرى موضوع آخر، في أمان الله.